مشاهدينا احبائي الكرام، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج اش كتعاود على لو 360. اليوم غادي نهضروا في واحد الميدان اللي هو ميدان صباح كثير كيتداول بين الناس، وميدان اللي صبح له واحد يعني واحد مكانه خاصه هنا في المغرب، في ميدان في المجال الطبي طبعا، اللي هو الميدان ديال الجراحه الاصلاحيه او الجراحه التقويميه، او احنا معروف بجراحة التجميل. اليوم معنا واحد من الدكاترة الشباب المغاربة أخصائي في هذا المجال، جا باش نطرقوا معاه أولا على الكارير ديالو، كيفاش توصل لهاد الخبرة هذه، ثم كذلك باش نهضروا شوية على هذا الميدان. أهلا بك دكتور زهري رضا. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. الله يبارك فيك، هذا شرف ليا. أبيك بليزير. حنا اليوم شرف كبير بدلو، لانك احنا في المعظم كنجيبوا يعني ناس في المجال الفني، وانت فنان في هذا المجال هذا اللي هو المجال ديال جراحه التجميل. انا غادي نخليها هكذا بالطريقه العاميه اللي كيعرفوها الناس، اما هي الجراحه الاصلاحيه او كذلك الجراحه التقويميه. فهي شيروجي بلاستيك ريباراتريس استيتيك. طيب دابا دكتور رضا، حنا نبدا معك مثلا، اولا شنو لا فورماسيون ديالك، فين قريتي هاد الوغ؟ نورمالمون انا قبل ما ندخل لا ميديسين غادي تجيك واحد شويه غريبه، لانه ما كنتش جو فولي با كاريمون لا كارير ميديكال، يعني ما كنتش باغي الميدان ديال الطب، كنت باغي الجيش بحكم العائله فين تربيت، وبحكم التربيه اللي تلقيت كانت تربيه يعني بيغمون ميليتير يعني عسكريه. دونك كان الميول، لانه الانسان اللي كيكون في الطفوله كيكون الانسان ابن بيئته، الانسان ابن بيئته اكزاكتومون. دونك بغيت ندير الميليتير، مي كيف كيقولوا انت تقول ربك يقول. بريف شاء القدر ودرت الطب. معنا واحد الوقيته في وقت من الاوقات، وحنايا هذه تقريبا سنوات الا ما بداو الشباب واحد الجيل اللي هو جيلنا بدا ديك تمشي لرومانيا لروسيا اوكرانيا باش يدرسوا الطب ويدرسوا لا فارماسي والى غير ذلك من العلوم، فكانت واحد القيلوله قالت يقول لك لا، وهذاك الدبلوم كيجيو ساهلين. انا كنت جايك غادي نناقش معك هذه القضيه. درستي في رومانيا؟ اكزاكتومون، كنت نناقش معك هذه القضيه في رومانيا. مشيت انا في 1998 effectivement. الناس اللي كيقولوا هذا الكلام اللي كيتداول بين حنا كنقول ليه يعني الكلام المقاهي ولا كلام الصالونات، الناس يعني عن جهل، الناس ما كيعرفوش التاريخ ديال داك ديال ديك الدوله. دايوغ هو دابا لا كوب دي موند، كاس العالم مديور في روسيا، والناس يعني كانت شاء القدر انه المغاربه اكتشفوا روسيا واكتشفوا الحضاره ديالها. من غير الميدان الكروي او الميدان التكنولوجي او لفين وصلوا هما روسيا، فروسيا الا غادي يقرا الانسان في روسيا فهي دوله عظمى. اي ولكن دابا ما بالك روسيا راه الناس كيتبعوا، اسمح لي قطعتك، الناس كيتبعوا الاقتصاد ديال واحد البلاد. دايوغ علاش انا اخترت لا شيروجي بلاستيك، كومون سابيل لا شيروجي بلاستيك، ميكرو شيروجي ريكونستركتيف اي استيتيك، اللي هي بالعربيه الجراحه الاصلاحيه التقويميه المجهريه وجراحه التجميل. طيب حتى انا نمشيو بسرعه دكتور، لان الوغ شحال درستي، شحال كلفتك من ديال من 14 سنه؟ درتيها كلها تما في كلها تما، ولكن سا نونبيش انه فوست بون من اللي بديت من 98 حتى خديت الدكتوراه في الطب العام، لانه كنديروا الدكتوراه في الطب العام لانه طبعا كنجيو اختصاص من بعد اوتوماتيكمون. ملي كتكمل الدكتوراه في الطب العام ديك الساعه كتوجه من خي، ملي كتكون انت فوق، ملي كتوصل اون فوا كتدخل المستشفى كتبدا في الاول ما كتكون كتقرا يعني اللي ما تير دو باز، ولكن ملي كتدخل لهذا لوبيتال، كتدخل لوبيتال وكتبقى دوز دي ستاج في دي سيرفيس دو سبيسياليتي. من بعد كتقدر توجه، سوا كيوجهك واحد الانسان سوا انت كتوجه بوحدك. انا كنت ديما عزيز عليا لا ديسيبلين، دونك قلت لك في الاول انني كنت بغيت ندير العسكر. دونك الضابط او الجراح فيهم شروط مشتركه يكونوا اوتوماتيكمون. دونك هذوك الشروط المشتركه يعني ملي كيكون الانسان عزيز عليه الضبط والربط ولا ديسيبلين اوتوماتيكمون، حتى الجراح
تا هو خصو ياخذ بحال الضابط، خصو ياخذ واحد الـ 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 القرار الصحيح في الوقت الصحيح وما عندوش الحق في الغلط. اكيد، وهذاك الشيء باش ربما بعض الاطباء ملي كتكون اخطاء كتكون اخطاء يعني قاتله. exactly. يعني اخطاء صعيبه جدا. exactly. فيعني نتوما ما عندكش الحق في يعني ولو 0.01 ما كاينش. لا اون با دووا، اون با دووا ليغور، لانه حنا في الجراحه التقويميه والجراحه الاصلاحيه وجراحه التجميل الانسان اللي كيجيو لينا وحنا في دابا انا كنمارس في القطاع الخاص. دونك كيجيو عندي الناس قلال اللي هما كيسولوا انه بغي يدير التقويم. التقويم كيكون في المستشفى الجامعي، ولكن في القطاع الخاص كيكون جراحه التجميل هي اللي عندنا تقريبا نقولوا 90% ولا 95% كتكون جراحه التجميل. طيب هو هادشي اللي غادي يهم الناس اللي كاين لنا جراحه التجميل، لان دابا تنشوفوا الفنانين، الفنانات خصوصا الفنانين ولا الناس الميديا وحتى المواطن العادي، ربما اكثر النساء هما اللي ولاو تيهتموا كثير بهذا الشيء، بهذا يعني جراحه التجميل. بما كنعرفوا حنا كنسمعوا البوتوكس، كنسمعوا مثلا كاين اللي تيبغي يحيد الكرش، كاين اللي كيبغي يضعف، كاين ياك هذا الشيء هذا ولا اكزاكتومون. فانا نرجع قبل ما نوصلوا لهذا ندخلوا نهضروا على هذه النقط. ف من خلال نتايا لا فورماسيون ديالك اللي دامت ازيد من 14 سنه، فشنو جبتي من جديد كتكنيك؟ كنت اول جراح مختص في الجراحه التجميل والجراحه الاصلاحيه مغربي، اللي دخل تقنيه تقويم ولا تجميل الانف بتقنيه الابر يعني بدون جراحه، وكنت دوز دا في واحد القناه. حاول تهضر معايا دكتور بالدارجه شويه باش نهضر معاك بالدارجه، لان باش باش جراحه مثلا يعني كنقادو كيكون واحد كتجي عندك اون فام، كتجي عندك واحد المراه كتقول لك اودي فوالا انا ما عجبنيش لا فورم ديال المنخر ديالي ديال الانف ديالي، دونك ولكن ما بغيتش البنج. دونك كاين واحد المشكل، ما بغيتش البنج لانه خايفه، كتخاف من البنج، ما بغاتش بنج، حيت جراحه الانف ما يمكنش ديرها ببنج محلي، خصك ديرها بالبنج بنج عام انيسيزي جينيرال. دونك كاين اطباء اللي كرسوا الوقت ديالهم وتعمقوا انه قلبوا على طرق بدون جراحه كتسمى لا غينوبلاستي نون شيروجيكال ولا ميديكال ولا سون شيروجي كيف ما بغيتي انت سميها. دونك هذه تقنيه امريكيه كنت دخلتها في 2014، في 2014 انه بحال لا بوينت دون يعني هاد الـ هاد الـ هاد المهم هذيك لا بوينت ديال لوني ما عرفتش نقولها بالعربيه احنا. المهم راه ورينا هي هذه اكزاكتومون. ولا كتكون هاد الحديبه هادي كيكون واحد لوس هاد العظم تيكون طالع هكا يقدر يعني يقدر يخلق واحد العقده نفسيه. دونك يعني دكتور على حسب فهمت يعني ممكن ان تدير هاد العمليه او بدون جراحه، وغير هي كتكون تومبوغيغ يعني عندها واحد المده ديالها مده الحياه ديالها يعني تقدر تقبض بين 6 شهور حتى العام حتى العامين. كنستعملوا واحد الماده سميتها الفيلر. طيب شنو نبغي مثلا نعرف حنايا حنا او نيفو المغرب هنا بالنسبه لنا الى بغينا نقارنوا راسنا مع هاد الجراحه هذه او هاد العلم هذا بارابور مثلا الدول الغربيه، فين حنا واصلين معاهم؟ واش حنايا معاهم في يعني في النيفو او لا هما فايتيننا بطبيعه الحال؟ لا اوتوماتيكمون فايتيننا يعني معنا مهما انا قلت انه كنت اول طبيب اللي دخلت هذه التقنيه. دونك ما دخلتهاش من المغرب ماشي انا اللي اخترعتها. على المارشي اللوكال هنا في المارشي مارشي الا هضرنا على 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 المستوى ديال الجراحه التجميليه في المغرب العربي نقدروا نقولوا يعني عندنا واحد المكانه اللي هي مرموقه يعني في المستوى، ولكن ما نقدروش ما عمرنا نقدروا نقارن راسنا لا مع اوروبا ولا مع امريكا، لانه هذوك الناس ديجا حيت داخله لهم في الثقافه ديالهم. طيب شكون اكثر الناس اللي تيجيو عندك دابا انت بحكم الاحتكاك اليومي مع الزبناء مثلا شكون هما لي كليون ديالك؟ بون العيالات سي نورمال، لي فام هما اكثر من الرجال، نقول واحد 80% ديال العيالات. شنو اغلب ولكن كاين لاج مغير؟ لا خلينا دابا في العيالات، هما قلتي النساء هما اكثر، شنو اكثر حاجه تيجيو على قبلها؟ اكثر حاجه كيجيو على قبلها بون انا كنحط على نعاود كنحط على لاج، لانه البنات من 18 عام يقدروا يبداو هاد التدخلات بالابر، ماشي لا شيروجي، ماشي الجراحه. هي اللي كنسميوها بوتوكس، البوتوكس تدخلات الابر. البوتوكس غير واحد تقنيه من 1000 تقنيه.
بدون جراحة. البوتوكس كاين البوتوكس كاين الفيلر كاين البلازما اللي هو كيتسمى البي اخ بي اللي هو دخلت المغرب في 2015 يعني عام من بعد ما دخلت التقويم الانف بدون جراحه. سمعنا كثير مرات اخطاء طبيه قاتله يا ما سمعنا وشنا في الجرائد وشنا في هذا بان وحده مشات باش مثلا دير لي بوزيسيون تحيد وماتت اكزاكتومون لان انا نقول لك علاش ما غاديش غادي نكون اسرع بريف بريف دونك كتجي عندي اون باسيونت هنا مريضه كتقول لك فوالا بغيت نحيد الكرش جو سي دونجي بالكرشي ملي كنكثر عليها في التحاليل ديري التحليله الفلانيه غادي ديري تخطيط القلب نو اون فاسيون اون فا فات 30 عام خصها دير تخطيط القلب خصها دير اكزامين لها لي بومونش واش نفس مزيان ان بيلون تقريبا ان بيلون ان تشيك اب يعني خصك تحل تفليها كيف كيقولوا كاينين مريضات اللي ما كيبغيوش كيبغيو الطبيب السهل اللي ما كيديرش عراقي اوتوماتيكمون ملي انا كترفضني دونك كتمشي عند واحد اخر اللي ما عندوش سوق اللي ما عندوش سوق صافي ماشي مختص ولا ما عارفش عن جهل كيدير داكشي كتوقع هي في المشكل وحنا كنتسموا بالله حنا الجراحه التجميليه لانه هي واخده واحد القناع ديال الناس اخرين ما تخافش بان هي هادشي لان بما ان هي هذا الميدان هو مربح الى حد ما فما تخافش بان تقريبا في واحد سنتين ثلاث سنين لقاو هاد ولا كلشي دابا كاع الاطباء تيديروا هاد الاختصاص هذا لانه فيهم ومن بعد غيولي كوميرسيال بلا ما نتسناو سنوات اخرين دابا راه كاينين اطباء متطفلين وياما يعني ما اكثرهم هذا هو بس ما جاوبتنيش على سؤالي باش يكون كاخر سؤال فاحنا حول مثلا قلتي النساء هما بالدرجه الاولى بغيت نعرف مثلا شنو الحاجه اللي تيجيو على النساء اول حاجه مثلا الوغ الا كنهضر على راسي انا كاينين طلبات ديال التدخلات بالابر كاين فيلر يعني عندها بغيت نعمر هنا بغيت نجبد جبهه عندي لي غيد ديكسبرسيون تجاعيد هادو هما الحوايج اللي كيطلبوا شويه ربات رقاق كنغلطوهم دونك هادو هما الحوايج اللي كيطلبوا من بعد كتجي الجراحه عندي الكرش كبيره خصني نقص منها انا ما نجيش عندك عندي التادي ديالي طايح خصني نطلعو دونك هادشي خص كنحاولوا ندخلوه يعني غير بطريقه غير مباشره باش يدخل في الثقافه المغربيه انه المراه المغربيه هي راه حنا عندنا الزين في المغرب ولكن خاصو لونتروتيان ما كتلقاوش واحد انتقادات من الجانب الشرعي مثلا الجانب الديني الشرع الله جميل يحب الجمال ولكن يحب السياق لا يحب الجمال السياق بوحده دونك الانسان هذا الانسان جمال النظافه جمال الافعال جمال الفعل من المراه ملي كتكون مزوجه والراجل ديالها البارتنير ديالها لانه المراه كتبغي الراجل يكون مزيان ويكون زوين ويكون تا هو رد البال لراسو حتى الراجل تا هو خصو يتمتع كيف ما المراه بغات تتمتع تا هو خصو يتمتع كنشكرك دكتور رضا زهري بارك الله فيك ويبقى كاخر سميتو اخر سؤال وبرجله نعم. شنو هو الاهداف لي بروجي ديالك لي بروجي ان شاء الله انا في يعني في بناء ان شاء الله مركز كبير كيشمل الجراحه الاصلاحيه والجراحه التقويميه والجراحه التجميل طب التجميل ليزر والطب الجديدي وزراعه الشعر ان شاء الله بحول الله ان شاء الله الى كمل سيدي ربي اكيد ان شاء الله فكنتمنى لك حظ موفق بارك الله فيك ونتلاقاو بحول فرصه ان شاء الله احبائي تشاو تشاو